قبل انقضاء أول أسبوعين له في الإدارة الأمريكية، حصل جو بايدن على نسب تأييد جيدة لأدائه حتى الآن. الأرقام تراوحت بين 54% إلى 56% في مختلف مؤسسات استطلاعات الرأي، مع تصدر الليبراليين والشباب لداعمي بايدن ونسبة جيدة من المحافظين لم يحصل عليها الرؤساء الديمقراطيون السابقون. هناك نسبة 30% من الجمهوريين والمحافظين تدعم بايدن، وهذه نسبة لم يحصل عليها أوباما أو كلينتون، وهذا بحد ذاته جيد. سيستفيد بايدن في الوقت الحالي من الانقسام الجمهوري بشأن محاكمة ترامب، وبايدن شخص ذكي، إنه يقوم بما يجب أن يقوم به، أن يحصل على دعم أكبر من الفئة التي لا تسانده عادة ويشكل ما يعرف بالأغلبية الحاكمة. وتفوق بايدن بنسبة بسيطة في أيامه الأولى على الرؤساء السابقين، وبنسبة أكبر على سلفه دونالد ترامب، الرئيس الوحيد الذي لم يبلغ تأييد الأمريكيين له طيلة السنوات الأربع الماضية نسبة 50%. إنها نسبة جيدة لأي إدارة بعد التنصيب، خاصة وأن البلاد خرجت من مرحلة مثيرة للجدل بعد الانتخابات. العديد من الأمريكيين متفائلون بشأن قدرة بايدن على توحيد البلاد. يبقى أن يركز على القضايا ذات الأولوية القصوى للأمريكيين لرفع هذه النسبة في الفترة المقبلة. وقد اختلفت أولويات المستطلعة آراؤهم بشأن القضايا التي يجب على بايدن أن يركز عليها، إذ أولى الديمقراطيون اهتماما أكثر من الجمهوريين بقضايا المناخ والعدالة العرقية والتمييز الجنسي، بينما اتفق الأمريكيون من الحزبين أكثر على أن مواجهة تداعيات فيروس كورونا، خاصة الاقتصادية منها، أهم في الفترة الحالية. ويؤكد الخبراء أن نسبة رضا الأمريكيين عن أداء بايدن حتى هذه اللحظة استفادت من الأداء السيء لسلفه، لكنها لن تكون كافية للسنوات الأربع المقبلة في حال لم يفي بايدن بوعود 100 يوم من الأولى. أمينة سريري، سكاي نيوز عربية، واشنطن.